كان بيودنا لو شفع هذا بالآيات اللي يمكن الاعتماد عليها لاستفسار الرقية مثلا. نعم، بالنسبة لآيات الرقى هي أساسا آيات التوحيد التي فيها أسماء الله وصفاته وتنزيهه عما لا يليق بجلاله، وتلك التي جاءت بها النصوص، فقد جاء في رقية النبي صلى الله عليه وسلم الافتتاح بالفاتحة وبالآيات الخمس الأول من سورة البقرة وبآية من وسطها وهي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وبآية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله، وآيتين بعدها، وبثلاث آيات من خواتم سورة البقرة، وكذلك بأول آية من سورة آل عمران، وبآية من وسطها وهي شهد الله أنه لا إله إلا هو، وكذلك بآيات أخرى متفرقة فيها التوحيد، وقد جاء ذلك في عدد من النصوص. وكذلك لكل مرض بعض الآيات التي تناسبه، ولكل حاجة أيضا من حوائج الناس بعض الآيات التي تتلى لها، فالرقية ليست مختصة فقط بالمرضى بل لقضاء الحوائج وتيسير الأمور وفتح أبواب الرزق، نعم، وحتى قوة الفهم وقوة الذاكرة وتوفيق للعمل الصالح وللعلم النافع. فمثلا للسحر الآيات الواردة في قصة موسى مع السحرة، وهي في أربع مقاطع من القرآن، وقبلها الآيات التي ذكرنا من سورة البقرة، ومعها آية تعلم السحر التي ذكرنا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، لآخر المقطع. وآية السحرة في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه وفي سورة الشعراء، فهذه أربعة مقاطع للرقية، ومن الأفضل أن تقرأ بقراءات مختلفة وبالأخص آية يونس، لأن فيها اختلافا في القراءة يقتضي اختلافا في المعنى، والاختلاف في القراءة إذا أدى اختلافا في المعنى فإن ذلك تتأثر به الرقية غالبا. فمثلا في سورة يونس يقول الله تعالى: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، هذه قراءة الجمهور، وقراءة أبي عمرو وحده قارئ البصرة قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، والفرق في المعنى واضح. ففي قراءة الجمهور ما جئتم به مبتدأ والسحر خبره، معناه الذي جئتم به السحر، وفي قراءة أبي عمرو ما جئتم به استفهام معناه ما الذي جئتم به، السحر استفهام آخر معناه أهو السحر، والسحر خبر لمبتدأ محذوف بعد همزة الاستفهام، فالمعنى مختلف والإعراب مختلف، وذلك مؤثر، فيمكن يحتاج القارئ لإتقان القراءات حتى يقرأ ذلك. وكذلك في ما يتعلق بمس الجن الآيات المختصة بذلك هي ما سبق من آيات البقرة وبعض آيات آل عمران، وأيضا آيات من أول ياسين ومن خواتمها وأول سورة الصافات وفواتح الحواميم السبعة وخواتم سورة الأحقاف وهي خاتمة الحواميم كلها في قصة الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وأول سورة النجم وأول سورة الرحمن وأول سورة نون وآخرها أيضا، وآية من سورة الجن وهي وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، والمعوذات كذلك. ومثلا من الآيات التي يرقى بها لطلب الأولاد والزواج أيضا أول سورة النساء، وكذلك آية من سورة الأعراف وهي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، إلى آخر هذه الآية، الآيتان معا. وكذلك أول سورة مريم، سورة مريم بكاملها أيضا فيها استشفاء لهذا الجانب، جانب الإنجاب، لأنها 98 آية وفيها اسم الرحمن 17 مرة، ولا يوجد ذلك في ما سواها من القرآن.
ونظير هذا أيضا في سورة المجادلة مثلا، ففي كل آية منها اسم الله مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا، ولا يوجد هذا في غيرها من القرآن. وكذلك الآيات التي تجمع حروف القرآن جميعا مثل خواتم سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه الآية فيها كل حروف المعجم. وكذلك آية سورة آل عمران، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، فهذه الآية فيها أيضا جميع حروف المعجم. وكذلك من الآيات التي تقرأ للإنجاب وللذرية عموما وللزواج آيات من سورة المؤمنون، وهي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى آخره. وكذلك من الآيات التي تقرأ لتعجيل الشفاء ولفتح الأغلاق، لأن كثيرا من الأمراض أيضا يكون معها غلق، فيكون دونها رتاج كالسحر يربط، ومس الجن قد يحبس الجن بربط فيحتاج إلى فتح لهذا الرتاج، وذلك بالآيات السبع التي فيها كن فيكون. ولا بد أن يكون القارئ أيضا مدركا للمفاتيح التي فيها، واحدة في سورة البقرة وهي في قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقراءة الجمهور كن فيكون بالرفع، وقراءة الكسائي وابن عامر فيكون بالنصب، إنما يقول له كن فيكون، لكن القارئ إذا كان مدركا لذلك يفهمه فيكرره على ذلك الاعتبار، وسيقف بالإسكان على كلتا القراءتين، فلذلك يكرر الكلمة على نية القراءة بتلك وعلى نية القراءة بهذه. واثنتان في سورة آل عمران، وهما قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والثانية هي قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وآية من سورة النحل وهي قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وآية من سورة مريم وهي ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وآية من سورة ياسين وهي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وآية من سورة غافر وهي قوله وهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهنا تختلف قراءة ابن عامر والكسائي، فابن عامر لديه النصب فيها جميعا، والكسائي تختلف قراءته، ففي بعض هذه الآيات التي ذكرنا الأخيرة لديه الرفع مع الجمهور، قراءته مع الجمهور.